Rasa syukur, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Maimun Jumel. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بالفاتحة المعظمة والصلاة والسلام أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل وأن تعاملنا قولي كل خير ومؤكد من الخير. اللهم إنا يا الله أن تجعلنا يا الله أن نترك لرئاسة تجعلنا إلى الأصوات الكثيرة والأصوات الغالبة يا إلهنا حتى يكون يا إلهنا يا الله في المرة الثانية في المرة يا الله الثانية يا الله يتولى رئاسة ريبوبليك إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله أن تجعل يا إلهنا نابلين رحمتك ورحمتك في الدنيا والأخرى وأن تجعلنا على دينها على الدين حتى نكون من أهل الجنة دار السلام. نسألك يا الله أن تجعل يا إلهنا يا الله أن تجعل إندونيسيا يا إلهنا بلادا حصبة بلادا يا إله حضرة بلادا يا إلهنا يا الله يعز ديننا بلادا طيبة وأنت رب الرحول. اللهم اجعل يا إلهنا يا الله اجعل يا إلهنا إندونيسيا يا الله في الأمن في أمن وطمأنينة وسكينة والأخوة موجودة حتى تكون الوطنية يا إلهنا في قلوب الإندونيسيين كلهم أجمعين حتى يكون هذا بلادا آمنا مطمئنا يأتيها رزقا ما آمنت بك يا الله حتى تكون لنا من الأرحم من يا الله من أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل دعانا هذا أن تحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في خير أهلك المسلمين في خير قولك إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مجهول سبحان المخرج عن كل محبوب سبحان من أمره بين الكف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج لنا الهموم واجعل من يا إلهنا يا الله في جنبنا يا إلهنا يا الله هذا يعني الرئيس هذا الرئيس فربه اجعله يا إلهنا في المرة الثانية نائلا على أصوات كثيرة الغالبة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah acara sarang berzikir untuk Indonesia Maju bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada hari ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Ada Pak Prabowo, Pak Lama Prabowo, nama Pak Jokowi, Pak Jokowi Widodo, Aliwah Ikhtiari. Ya, jadi saya kalau rukun sudah tua, saya umur 90 lebih. Jadi ini saya dengan ini saya untuk berjanji siapa yang ada di samping saya gagal kembali Pak Jokowi ya. Jelas di sini aja.